ونرى هنا الميدان الكبير بدمشق، وتظهر فيه ساحة المرجى أو الميدان الكبير كما كانت تسميته بذلك الوقت من الشرق إلى الغرب بعد عام 1907 للميلاد. ويبدو في اليسار من مقدمة الصورة البحر المدور، بركة ماء كبيرة تصب فيها مياه من نهر بردة، وقد أنشئت خصيصا لسقاية الناس وكذلك لسقاية الدواب والخيول والجمال المتواجدة في الساحة على حد سواء، وبالعمق منه ترام خط الميدان ثم مئذنة جامع دينجز. في الوسط هو النصب التذكاري للاتصالات السلكية بين مدينة دمشق وبين المدينة المنورة عمود المرجع، وعنده عربة خيل، وإلى اليمين منه دار البلدية ذو الجملون الجميل يتوسطه شعار الدولة العثمانية الهلال والنجمة، وذلك قبل بناء صيدلية المستشفى الوطني. وتمر أمامه الترام البلجيكي الصنع، ترام الجسر الأبيض أو ترام الشيخ محي الدين. أقول هنا صور من الماضي تبدل لونها حتى غدت عبئا على الأزمان. ساحة المرجع أو الميدان الكبير بدمشق، الصورة هذه ملتقطة من الشرق إلى الغرب بحسب تقديراتي الشخصية وإحداثيات الصورة في عام 1916، أي بعد دخول الكهرباء طبعا لدمشق. ويبدو في المقدمة اليمين بركة ماء كبيرة هي البحر المدورة، تصب فيها مياه من نهر بردة وقد أنشئت خصيصا لسقاية الناس وكذلك الدواب. وفي الوسط النصب التذكاري للاتصالات السلكية بين مدينة دمشق وبين المدينة المنورة عمود المرجع، وعنده عربة الخيل، وأمامه الترام البلجيكي الصنع، ترام الجسر الأبيض أو ترام الشيخ محي الدين، وإلى اليمين مبنى البلدية والكشك العثماني القديم قبل بناء صيدلية المركز، وبالخلف نشاهد دار السرايا الحكومية أي وزارة الداخلية اليوم 2011. الغريب هنا بالموضوع أن بعض المصورين قاموا على حذف هذه البحر المدورة من الصور، ولم أتمكن من معرفة السبب، وذلك باستخدام أسلوب الريتوش لطمس معالم البحر، أو ربما لإطلاق عملية الحداثة على الساحة والشطارة في العمل الفني كما هو في الفوتوشوب. ولهذا وضعت الصورتين معا حتى نلاحظ الفرق بينهما، ولم أعرف السبب في طمس معالمها. وهذه الصورة الأصل طبعا بعد الترميم والتلوين رممها الفنان المبدع الأستاذ مهند حلبي. صورة للنصب التذكاري للاتصالات السلكية بين مدينة دمشق وبين المدينة المنورة، ومناهل المياه في جميع أطرافه ملتقطة من الشرق إلى الغرب، وتبدو الساحة بعد أن تم إعادة تأهيلها وبإبعاد القضبان الحديدية للترام عن النصب التذكاري وجعلها بشكل دائري محاذية لمحيط الساحة بأكملها. وقد أحيط بالعمود حديقة جميلة صارت موقفا للسيارات، سيارات النقل، والتي احتلت مكان عربات النقل التي تجرها الدواب. كما تظهر بالصورة إحدى حافلات الترام تمر أمام مبنى البلدية بعد عام 1924، ويظهر خلف النصب التذكاري مبنى البلدية وقسما من مبنى طبابة المركز أي صيدلية المستشفى الوطني، وفي العمق يبرز الطابق الثالث من مبنى السرايا الحكومية أي وزارة الداخلية اليوم 2011. تم تزويد النصب التذكاري للاتصالات السلكية بين مدينة دمشق وبين المدينة المنورة في جهاته الأربعة بمناهي المياه الشرب، تم جرها من مياه عين الفيجة لدمشق ومنها إلى النصب نفسه كما ذكر فضيلة الشيخ علي الطنطاوي في مذكراته رحمه الله.